هذه لا تضيع يا بن عياد، العلم الجزائري يرتفع. بن عياد بسرعته بقوته بمهارته بإنهاء ركز يا يوسف وحذر من الانطلاقات المرتدة السريعة لمصلحة المنتخب الإيراني. الضغط على حامل الكرة، عادة جزائرية، يوسف واحد على واحد، اضرب يا يوسف، اضرب يا يوسف، فرصة عمورة في الشباك يا عمورة يا عمورة يا عمورة يا عمورة. شوف أجمل صورة، شوف أجمل كرة مع الصغير المثير محمد أمين عمورة، الثاني للمحاربين، الثاني للجزائر، قلت الثاني قبل أن تسجل. السريعة لمصلحة المنتخب الإيراني، الضغط على حامل الكرة، عادة جزائرية، يوسف واحد على واحد، اضرب يا يوسف، اضرب يا يوسف، فرصة عمورة في الشباك يا عمورة يا عمورة يا عمورة يا عمورة.